السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا بألف ألف خير. اليوم غنوجدوا البيتزا، غنوجدوا العجين اللي غتعتمدوه إن شاء الله، وغنوجدوا الصلصة والحشوة. نبدأ بالعجين اللي غنحتاجوا ليه 400 غرام ديال الدقيق الأبيض، و 200 غرام ديال دقيق الفينول ودقيق القمح. نخلطوهم مع بعضياتهم. غنحتاجو معلقه متوسطه ديال الخميره الخبز، كيبقى الكميه على حسب حراره الجو، اللي غنزيدو معها شويه ديال السكر حبيبات، ونجمعو شي شويه بالماء الدافئ. نخلط هاد جوج المكونات. غنزيد زيت الزيتون، عندي واحد 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. وغنزيد جوج معالق كبار ديال نيدو ولا الحليب المجفف، الحليب بودرة، كيعطي واحد الطراوة للعجين. كنتمنى انكم تجربوه. نجمع العجين ديالي بالماء الدافئ. وما ننساش نضيف الملح. نجمع العجين ديالي بالماء الدافئ حتى نتحصل على عجين لين. بعد ما نجمع العجين ديالي وندلكو، كنزيد واحد المعلقه ديال الزبده اللي تكون بحراره الغرفه، ونحاول ندخلها جيدا في العجين ديالي. من بعد كنقسم العجين ديالي ونغطيه، نخليه يختمر ويرتاح ما بين 20 حتى 30 دقيقه. غندوزو دابا للصلصه. انا كناخذ طماطم كنقسمها على 4 وكنديرها كتسلق، يعني كتطلع فيها الغليه، كنخليها تصفى من داك الماء، وكنجيب الميكسور كنطحنها مزيان. من بعد ملي كنطحنها مزيان كنصفيها مزيان من داك البذور والقشره. الا بغيتو تحتفظوا بها بمجمد، كننصحكم تحتفظوا بها هكا، يعني الا بغيتو ديروا واحد الكميه قبل ما نديروا لها العطريه ولا نزيدوا نطيبوها مازال. هانتوما تشوفوا كيبقى غير داك البذور والقشره هي اللي كتبقى. غنجيبها غنزيد ليها الملحه، البزار، سكينجبير، تحميره، ونزيد ليها سنيده يعني سكر حبيبات باش ما تجينيش حامضه. ومعلقه ديال مركز الطماطم ولا صلصه الطماطم. هانتوما كيف ما تشوفوا انا ما درتش الزيت، انا تنطيبها بلا زيت ودغيا كطيب، يعني ملي تندير هذه العمليه كنسلقها وكنطحنها ونصفيها دغيا كطيب ليا. ملي كطيب يعني كتشرب ديك الماء كامل، كنزيد ليها يا اما زيت الزيتون ولا كنسمها بزيت ديال الثوم. نخلط مزيان ونزيد لها شويه ديال الزعتر اللي تنحكو بين يديا. بالنسبه للاطا انا ما تنزيتهاش، كنرشها شويه بالسميده، كتجي لاباط من تحت مقرمشه. نجيب شويه الفورس ولا الدقيق الابيض نرشو ونحاول نطلق العجين ديالي. نكملوا المكونات. عندي انتما تشوفوا العجين طلقته، تكيته بالشوكه. عندي الفلفله مقطعه رقيقه، البصله مقطعه رقيقه، والزيتون حتى هو مقطع، والثوم اللي صفيته من الزيت، وصلصه الطماطم اللي وجدنا. هانتوما تشوفوها كيفاش كتجي عاقده. وجبنه الموتزاريلا اللي حكيناها.
من بعد ما طرقت العجين ديالي وتكيته غنجيب دابا صلصه الطماطم، غنحاول ندهن بها سطح البيتزا، ندهنها مزيان. من بعد نطيف الطون، تقدروا تحيدوا الطون وديروا الكفته ولا اي حاجه تبغوا ولا فواكه البحر على حسب نتوما شنو عندكم وشنو متوفر عندكم. نزيد الفلفله، الفلفله خاصها تكون مقطعه رقيقه باش ما تجيناش غليظه من ضغوها. نزيد البصله حتى هي جايه تكون مقطعه رقيقه. الزيتون الاسود قطع، ونضيف الموتزاريلا، يعني نضيف واحد الكميه. تتعرفوا ان البيتزا كتبغي موتزاريلا، نقدر نخلط موتزاريلا وشويه ديال الجبن الاحمر باش كيعطي هذيك الملوحه، كيعطي واحد اللذه للبيتزا. البيتزا كنخشيوها في فران يكون ساخن، يكون سخون، يعني يكون 200 درجة على الأقل، يكون سخون مزيان وما نخليوهاش طيب بزاف. نزيد شوية الزعتر من الفوق، البيتزا كتبغي الزعتر، وندخلها للفران اللي كيف ما قلت يكون سخون مزيان، ما نخليهاش بزاف في الفران باش تبقى ليا رطبه. نتوما تشوفوا البيتزا ديالي كيفاش جات، الى عجبكم الفيديو نتمنىكم ديروا جيم وتعليق محفز وتشتركوا في القناه، وشكرا لكم وبصحه ورحمه.